مرحبا، أنا محمد الشيري. راح يسألوني أسئلة، هذا أو ذاك، وعلي أنا أني أختار ما بين هذا أو ذاك. يمكن أكون قائدهم، ما أعرف. مرحبا، أنا محمد الشيري. حالياً أنا مرتاح، ما في أي ضغط، ما في أحد يقول لي يلا بسرعة خلص يلا ما جالس مبسوط، وراح ألعب معكم لعبة هذا أو ذاك. راح أتخيل نفسي أني أنا مشترك، وراح يسألوني أسئلة هذا أو ذاك، وعلي أنا أني أختار ما بين هذا أو ذاك. يلا. غالباً حختار فريق، أو أنا حسوي فريق. راح أحب أجمع الناس اللي تشبهني ونسوي فريق، يعني في الغالب ما راح يكون فريق كبير، راح نحرص أنه يكون فريق أقل عدد ممكن نقدر نسيطر عليه. يمكن أكون قائدهم، ما أعرف. ممكن أسميه فريق الشقردية أو الصدقيين، هذا واحد من خيارين حقتي. أنا أكثر إنسان ممكنك ما تعتمد عليه في الأكل، سواء في تجهيزه، في طبخه، في أي شيء. فغالباً راح أهتم في الحديقة والأشياء والجماليات اللي بتكون حول المكان أكثر. لا صراحة أختار وسائل الراحة، لأنه الترفيه أنا أقدر أرفه نفسي في أي مكان كان، زي حالياً أنا قاعد أرفه نفسي بهذه الموية. بدون أي تفكير جوال، لأنه ما أحب أكون معزول، أحب أعرف دائماً فيني هذا الشيء اللي هو إيش قاعد يصير في الدنيا. وش صار في مدري إيش، طب وش صار في هذولك، طب هذولك وش صار فيهم، أوف طب إيش قاعد يصير الحين. فيا أكثر شيء إيوه جوال وإنترنت، وبعدها أعيش إلى الأبد عادي، ما عندي مش ما حكون متطلب. كمشترك وفي ظروف زي اللي يمرون فيها المشتركين، اختار شوكولاتة، لأنه أحس بتعطي باور أكثر، ويعني في الأخير الواحد يحتاج هذا الباور في مكان زي الأرض المليون. فشوكولاتة. ما في شيء ثالث يعني، الله يبعدهم اثنين، بس اعتقد انه العقرب اهون شوي من الثعبان، يعني بنسبه اقل. كلهم اصلا السؤال اللي بعد. خلصنا، الله. وبكذا خلصنا معاكم هذه الفقرة، أتمنى أنها إن شاء الله عجبتكم. أشوفكم بخير، انتبهوا لأنفسكم، خلونا نشرب الماء. أنت من جدك لسه تستنى الفيديو؟ خلاص قفل.